ذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والوالدة الأستاذ إيهاب درة والأخت هدى المصري والأستاذ ياسر الهواري والحاجة خيرات، حاجة سعاد عفر، الدكتور سامر يوسف، بنتنا الغالية أو بنتنا الغالية براءة، الأستاذ إيهاب الطهري وأمير الطهري، والدة الأستاذ عمرو رفعت، الحاجة نحمد وسيد محمد، الأخت مها عادل عطية، الأستاذة وفاء فهيم، والأخت دعاء فتحي، والأستاذ عادل حسن، والأخ حسين عبد الرحيم، والسيد جمال العجمي، والشيخ هاني الحاج، والطفل عبد الله عمر، والحاجة هدية أحمد، والمدام حسناء، والأستاذ علي بكري علي، والأخت زهرة الجنة، والدة الأستاذ عادل عبد العال، وأم عبد الحليم، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والدة الأستاذ وليد سمير، والحاجة سيدة متولي شاهين، والأستاذ طارق إسماعيل محمد، والأستاذ وحيد عباس محمد، والدكتور سيد أحمد غليم، والحاجة حمودة، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قبل ما نبدا احب برضو كما يعني وعدت ويعني في عجاله سريعه كده بنذكر بعض اسماء اخواتنا الفضليات اللي استجابوا لحمله مقاطعه التبرج، واستجابوا وبايعوا رسول الله، بايعوا رسول الله وجددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسوا الحجاب. الاخت ديما بنت سهى، والاخت امة الله حسان عبد المغني، والاخت منيره سفر من السعوديه، والاخت ساره الغرباوي، والاخت مريم سعيد، والاخت رضوى البطار، والاخت ام محمد، والاخت ساره محمود من البحيرة، والأخت أم فتحي، والأخت غادة سعيد، والأخت نهى أبو زيد من إنا، وأخواتها بقى حمدية ومنى وشيماء ورضا وولاء وسعاد وهالة، ما شاء الله العيلة كلها الله أكبر، والأخت تيسير ربيع، والأخت أم عادل، والأخت مروة عبد الحي، والأخت أسماء محمود، والأخت رانيا أحمد من المنوفية، والأخت سماح، والأخت أم أحمد، وشيماء حسن عبد الرزاق من الإسكندرية، والأخت هويدة، والأخت فاطمة سيد أختها، والأخت منار، والأخت هنادي ولميس وحنان، والأخت صافي أحمد عادل، والأخت نورهان عمر من كلية الإعلام، والأخت أم عبد الرحمن، والأخت فاطمة محمد مسعد. ربنا يبارك فيكم ويثبتكم. كل الرسائل اللي جاتني الحقيقة من خلال الاس ام اس إن شاء الله كلها يعني بيرجو دعاء، سامحوني طبعا اسماء كتيره جدا، فان شاء الله كما وعدت في كل حلقه في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله اسم ان شاء الله ندعي له بالامنيه اللي هو بيتمناها ان شاء الله ربنا يجمعنا ويجمع الخير. تعالوا نكمل موضوعنا مع رحله الى الدار الاخره، وكما قلنا كل الدروس من كتاب رحله الى الدار الاخره، واسال الله جل وعلا ان يجعل خاتمه هذه الرحله الجميله في جنه الفردوس مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الجنه بجد يعني مش عايز اقول ما تبقاش جنه من غير النبي، فعلا تبقاش جنة من غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحضرني الحديث اللي أنا بسميه حديث المحب، لما الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تخريجه عند الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، أن رجلا من الصحابة لم يذكر اسمه جاء إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. فإذا عنده مشكلة بقى، قال فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الرد من الرب العلي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا رب اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء في أعلى عليين، قولوا أمين. اللهم أمين.
تعالوا نكمل حلقتنا ونكمل في الجزء الرابع مع المسيح الدجال. وتستغربوا احنا ليه يعني طولنا في موضوع المسيح الدجال، موضوع خطير جدا، مش انا اللي بقول كده، ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما من امر منذ خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه اشد من الدجال. اكبر فتنه وجدت على وجه الارض، او اكبر فتنه ستوجد على وجه الارض منذ يعني ميلاد ادم، او منذ خلق ادم عفوا، منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها، ما فيش فتنه اكبر من فتنه الدجال. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم جعلنا او سنى لنا ان احنا ندعو قبل يعني بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. بندعو الدعاء ده قبل ما نخلص اي صلاه وقبل ما نسلم من اي صلاه، عشان خطر فتنه المسيح الدجال. وشوف النبي قارنها بايه؟ قارنها بعذاب النار وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات ثم فتنه المسيح الدجال. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ويثبتنا. واحنا قلنا يا جماعة وبنكرر مرارا وتكرارا، والله ثم والله لن يثبت في الأيام القادمة إلا اللي هيعتصم بالله سبحانه وتعالى، واللي هيتزود بالإيمان والتوحيد واتباع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول الحمد لله الخير ظهر والأمة في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومحدش يأس يا جماعة، اللي عاشت طول عمرها متبرجة وبدأت تلبس حجابها أبشري إن شاء الله، إن شاء الله نحن لا نتألم على الله، لكن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا هيبدل سيئاتك كلها حسنات يا أختي بفضل الله سبحانه وتعالى. أكيد عمالة تقولي: معقولة ده أنا اللي كنت عمالة بلبس ملابس متبرجة، وممكن أكون بلبس مايوهات، وممكن وممكن وممكن، ربنا هيغفر لي؟ مش هيغفر لك وبس، هيبدل سيئاتك حسنات. ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واللي ما كانش بيصلي وعمره ما سجد لله وهيبدأ من الليلة إن شاء الله ياخد عهد ويجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هيصلي، بقول له ربنا هيبدل سيئاتك حسنات ان شاء الله. واللي كان بيعمل معاصي وهيتوب لله دي ويعلن توبه ويخليها ليله التوابين ان شاء الله، ان شاء الله ربنا هيبدل سيئاتك كلها الى حسنات. ربنا يرزقنا واياكم الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. واذكركم جميعا بحديث المنذري بسند جيد، لما رجل جاء الى النبي وكان لم يسلم بعد، قال له: يا محمد اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان. الدعوة هي دي، الدعوة هي دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لا يمكن ابدا ان احنا ندعو دعوة غير دعوة النبي، هي دي دعوة النبي كلها رحمة. ولين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. محتاجين ان احنا ندعو برحمة وحنان، محتاجين نعرف الدنيا كلها ان ما فيش دين في الدنيا اعظم من دين الاسلام، وعمر ما كانت في دعوة اعظم من دعوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجل جاء إلى النبي وكان لم يسلم، فقال: يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا، الدنيا كلها تغرق بذنوبي أنا. فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وبالكون كله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد طبعا. في حد يشوف البسمة الجميلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشهد له إن هو رسول الله؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل مستغرب، هو عمل مصايب ومش عايز يقول للنبي عليها، لكن مكسوف بيقول له: وغدراتي وفجراتي، أنا عملت حاجات كتير جدا وفجرت وغدرت. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم، فنزل قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نكمل موضوعنا الخطير الجليل، موضوع علامات الساعة الكبرى، وما زلنا مع أول علامة مع المسيح الدجال، وده الدرس الرابع في المسيح الدجال. وسامحوني برضو هنضطر ان احنا ناخد درس خامس، لان ظهرت لي بعض الأشياء الجميلة وانا ابحث خلال هذا الأسبوع يعني. وإن كنت يعني طبعا الأسبوع ده كنت انشغلت جدا، لأني سافرت يمكن 3 أيام لإخواني وأحبابي وحبايبي ربنا يبارك فيهم قائمين على الجائزة الدولية للقرآن الكريم برأس الخيمة، بذكرهم طبعا على الترحيب وعلى حسن المقابلة وحسن الاستقبال جزاهم الله خيرا. وأخص بالذكر من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله جل وعلا. أخص بالشكر سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وراعي الجائزة، والدكتور سعود بن صقر القاسمي
ولي العهد، والدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس الجائزة، والشيخ عمر بن عبد العزيز القاسمي ربنا يحفظهم يا رب العالمين، ويجعل هذه الجائزة المباركة في موازين حسناتهم. وشفنا هناك يعني مشاهد جميلة وجليلة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهكذا حال كل من يعمل للقرآن ولخدمة القرآن ولبذل الجهد لنشر القرآن وتوعية الناس بالقرآن بفضل الله، ربنا بيكرمه في الدنيا والآخرة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. أخويا وحبيبي تعالوا نكمل مع بعض المسيح الدجال ورحلة إلى الدار الآخرة. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن المسيح الدجال، وكلمنا عن علامات الساعة الكبرى، وقلنا أنه هي بتتتابع بسرعة يا جماعة أول ما تظهر أول علامة خلاص كله بينفرط وراها، والكل بيبقى ورا بعضه، يعني سبحان الله ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. وعرفنا من أول علامة ذكرناها، عرفنا مين هو المسيح الدجال، وعرفنا وصفه، وعرفنا من أين يخرج، وعرفنا لماذا سمي بالمسيح الدجال، واتكلمنا عن صور من فتنة الدجال وذكرناها في عجلة سريعة. وقلنا يا جماعة الخير إن عنده جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، اللي هيخش نار الدجال يبقى دخل الجنة، واللي هيخش جنة الدجال يبقى دخل النار. وقلنا سرعة انتقاله بين البلدان بيتحرك في الكون أسرع من الريح، يعني ممكن تلاقيه دلوقتي حالا في مصر بعد ثواني تليف أمريكا، بعد ثواني تليف أستراليا، وهكذا يعني سرعة انتقال غير عادية. الحاجة الثالثة قلنا استجابة السماء والأرض بأمره، يقف في مكان ويأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله سبحانه وتعالى، ويأمر الأرض أن تخرج النبات والخضرة والفاكهة فتخرج بفضل الله سبحانه وتعالى، ويأمر الأرض الخربة أن تخرج كنوزها فتخرج أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. فطبعا دي فتنة كبيرة جدا، وقلنا أنه بيستعين بالشياطين، ويأتي للرجل الأعرابي ويقول له أرأيت إن أحييت لك والديك بعدما ماتوا يعني أتؤمن أني ربك؟ قال بلى. فيتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه ويقول له يا بني اتبعه إنه ربك، فبيستعين بالشياطين. وقلنا أن آخر فتنة ليه أنه هيقتل شاب ثم يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الشاب عنده طبعا فطنة وعنده ذكاء وعنده بصيرة عظيمة جدا، فيقول له الدجال أتشهد أني ربك؟ بعد ما يقسم الشاب دوت بالمنشار نصين ويمشي ما بين النصين بتوعه، ثم يقول له قم، فيلتئم النصف ده مع النصف الثاني ويقوم الشاب حيا يرزق، فيقول له الدجال أتشهد أني ربك؟ فيقول بل أنت المسيح الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. وتكلمنا الحلقة الماضية في حلقة يعني ثرية جدا جدا الماضية عن ابن صياد، اللي هو الرجل اللي كان الصحابة وكان النبي نفسه وصل عليه صلى الله عليه وسلم كانوا بيشكوا انه هو المسيح الدجال. وقلنا في النهاية ان الرأي الراجح في هذه المسألة كما قال الحافظ ابن حجر والإمام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، كما قلنا ان هو ابن الصياد ليس المسيح الدجال، وده الرأي راجح، ولكنه دجال من الدجاجيل. تعالوا نكمل موضوع المسيح الدجال، وهو موضوع مليان بالمفاجآت ومليان بالأحداث العجيبة جدا، عشان كده وقفنا معاه طويلا جدا عشان نستفيد وناخد العظة والعبرة، وإلا فموضوع المسيح الدجال ممكن نشرحه بفضل الله سبحانه وتعالى في ربع ساعة، لكن حبيت ان احنا فعلا لما نتكلم عن الدار الاخرة نتكلم عن الدار الاخرة ونخش في تفاصيل الموضوع، علشان تبقى حضرتك وحضرتك يبقى جميعا مستحضرين الصورة كاملة بكل تفاصيلها وبكل حذافيرها، ويكون الموضوع واصل بكل بساطة. وانا اتعمد شدة البساطة في توصيل رحلة الى الدار الاخرة، لان هو ده موضوعنا يا جماعة، هو ده موضوعنا، إن الإنسان لا يمكن أن تعلو همته في طاعة الله وفي خدمة دين الله إلا بأمرين. الأمر الأولاني استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة، خد بالك، ثم الأمر الثاني تحويل كل ما جاء في فكر إلى واقع عملي من العبادة ومن العمل ومن الخلق ومن السلوك. محتاجين إن أنت لما تعرف إن في آخرة تتقي ربنا، لما تعرف ان في اخره ما تظلمش حد، لما تعرف ان في اخره ما تعقش امك وابوك، لما تعرف ان في اخره ما تسقش لزوجتك، لما تعرف ان في اخره ما تاكلش اموال الناس، لما تعرف ان في اخره هتلاقي نفسك بفضل الله مستقيم وماشي فعلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسال اول سؤال في حلقه الليله، ولكن بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، متى سيظهر المسيح الدجال؟ سؤال مهم قوي، هو امتى هيظهر المسيح الدجال حقيقة تحديدا؟ لو عايز تعرف بالدقة يعني ويعني باللحظة زي ما بيقولوا كده، بعد فتح القسطنطينية مباشرة هيظهر المسيح الدجال. طب فتح القسطنطينية هيبقى امتى؟ خد بالك في اربع او خمس حاجات
مترتبين على بعض، وعايزكم تركزوا، وعايز امهات الجمال البسطاء اللي قاعدين قدامي وابائي الافاضل واخواني واخواتي، يعني عايزوا مركزوا قوي معايا في حلقه الليله دي. هو امتى سيظهر المسيح الدجال؟ امتى سيظهر المسيح الدجال؟ موضوع خطير جدا جدا، يعني في امور زي ما قلنا مترتبه على بعض. النبي قالها بقى في حديث عظيم جدا، وكل احاديث النبي عظيمه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. خدوا بالكم وركزوا معايا، وهشرح الحديث بكل بساطه، لكن بس نركز الاول مع الفاظ الحديث. عمران بيت المقدس خراب يثرب، ركز معايا، يثرب اللي هي المدينه المنوره، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني عمران بيت المقدس هيترتب عليه، او ده علامة، خد بالك ده علامة، بلاش يترتب عليه، ده علامة على ان خلاص حان وقت خراب يثرب ليه المدينة. وخراب المدينة، وهنوضح دلوقتي يعني ايه خراب المدينة، وخراب المدينة ده علامة على بدء الملحمة الكبرى اللي هتكون في بلاد الشام. والملحمة الكبرى اللي هتكون في بلاد الشام ده علامة على قرب فتح القسطنطينية بعدها مباشرة، وفتح القسطنطينية علامة على ظهور الدجال. أظن واضح كده أول نقطة. طب تعالوا نشوف برضو معنى الكلمات ديت، يعني إيه عمران بيت المقدس خراب يثرب؟ حقيقة في خلاف كبير بين أهل العلم، لكن هقول لك ببساطة شديدة جدا جدا رأي بعض أهل العلم. إنهم قالوا إن لو حدث عمران كامل في بيت المقدس ففي الوقت دوت هيحصل خراب ليثرب. يعني إيه خراب؟ يعني البيوت تقع والأسقف تتهدم والأشجار تقع، مش كده لا بالمرة خالص لا. أمال إيه معناها؟ معناها إن أهل المدينة هيخرجوا ويتركوا المدينة. إيه اللي يوضح الكلام دوت؟ اللي يوضح الكلام دوت حديث البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويتركون المدينة على خير ما كانت. مش هيحصل فيها حاجة، لكن في أمر معين هيحصل فيها. إيه الأمر دوت؟ سكت عنه النبي خلاص. يبقى يسعنا أيضا إن إحنا نسكت إحنا أيضا. يعني مش لازم، طالما أمر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي لأن نتكلف ونقول أكيد هيحصل زلزال هو اللي هيخرجهم، أكيد في إعصار، أكيد في مش عارف إيه، أكيد في كذا، مالناش دعوة ما دام النبي ما قالش خلاص. لا حاجة لنا إلا أن نتكلف إيه اللي هيحصل في المدينة عشان الناس تخرج من المدينة. النبي بيقول في الوقت دوت لما يحصل عمران كامل في بيت المقدس هيحصل إن أهل المدينة هيتركوا المدينة. هيتركوها شكلها إيه؟ مخروبة؟ أبدا مش هيحصل عياذا بالله، لكن يتركوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت. خد بالك لا يغشاها إلا العوافي. العوافي اللي إيه؟ اللي هي السباع المتوحشة والطيور المتوحشة. يبقى المدينة هيبقى فيها سباع ووحوش وطيور متوحشة ولا يبقى فيها إنسان. خد بالك الترك ده هيكون مؤقتا، يعني ايه؟ يعني هم مش هيسيبوا المدينه لحد قيام الساعه، لا ده هيرجعوا تاني. والدليل على كده الرجل اللي هيخرج للدجال، كما ذكرنا الحديث في المره قبل السابقه، الرجل اللي هيخرج للدجال من المدينه المنوره ويقول له: والله ما ازددت فيك الا بصيره، انت المسيح الدجال. الراجل ده جاي من المدينه اصلا، واخد بالك؟ يبقى اذا هيحصل ترك او هجر مؤقت للمدينه. ايه السبب؟ هل زي ما بيقول بعض الناس هيحدث وباء كبير؟ خد بالك انا بركز معاك واحده واحده كده عشان نشوف الموضوع عامل ازاي. هل هيحدث وباء كبير في المدينه فالناس هتهجر؟ لا طبعا، لان المدينه حرم الله عليها دخول الدجال والطاعون والاوبئه المدمره دي، ما تدخلش مدينه النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ما فيش وباء وما فيش طاعون وما فيش مسيح دجال، لكن هو اللي يحصل حاجة معينة قد تكون بقى انتشار بعض الغازات اللي مش عارف القاتلة مش عارف ما تعرفش. مش لازم نحن ايه نبحث ونتكلف امر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ان هم هيخرجوا من المدينة. يبقى عمران بيت المقدس ده علامة على ايه؟ على خراب يثرب. خد بالك، فإذا خربت يثرب يعني خرج الناس منها هتحصل الملحمة. فاكرين حضراتكم الملحمة؟ قلنا سببها إيه؟ سببها إن إحنا سنصالح الروم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا
ثم تقاتلون معهم جيشا من قبل المشرق، خد بالك، فتغنمون وتظفرون وترجعون. هيحصل بقى غنيمة كاملة وفوز كامل وهنرجع. فلما يوصلوا إلى بلاد الشام يقوم رجل نصراني ويرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقتله مسلم. فيجيء النصارى على 80 غاية، يعني 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل، يعني حوالي 1,000,000 مقاتل من النصارى يريدون أن يقاتلوا المسلمين في الملحمة الكبرى. والملحمة الكبرى هيحصل فيها انتصار عجيب جدا للمسلمين، وإحنا وصفنا الملحمة في الدرس السابق وقبل السابق، وقلنا إن هينتصر المسلمون وهتفضل يعني هتكون الدماء هتوصل لحد ركب الخيل، حتى ان الطيور تجري فوق الناس المقتولين دولت، تجري فوقهم مسافة كبيرة جدا فلا تصل الى اخرهم حتى تخر ميتة، خد بالك. فتحصل الملحمة. بعد الملحمة حبايبي مباشرة هيروح المسلمون عشان يفتحوا القسطنطينية لاسطنبول، هيفتحوا القسطنطينية، وبعد ما يفوزوا ويفتحوا القسطنطينية وتبقى قدامهم غنائم كتيرة جدا، وهم لسه بيجمعوا الغنائم يسمعوا الشيطان وهو يصرخ إن الدجال قد خلفكم في ضراريكم. ده الدجال ظهر في أولادكم وخلاص، يعني الدنيا زويله خربت يعني، فالناس تترك الغنائم وتجري، وهذا كذب، الدجال كان لسه ما ظهرش. لكن إذا خرجوا من اسطنبول ووصلوا إلى بلاد الشام يلاقوا الدجال فعلا ظهر في هذه اللحظة. أختصر لك بقى الحتة الأولية اللي احنا قلناها ديت كلها يا جماعة. اللي يحصل عمران كامل في بيت المقدس، أبائي وأمهات يركزوا معايا، عمران كامل في بيت المقدس هيترتب عليه أو ده علامة على خراب يثرب، الناس تخرج من المدينة. لما يخرجوا من المدينة اللي يحصل، هيحصل الملحمة الكبرى اللي هي في أرض الشام. بعد الملحمة الكبرى هيروحوا يفتتحوا القسطنطينية، وهم بيجمعوا الغنائم يسمعوا الشيطان بيصرخ إن الدجال ظهر، والكلام دوت كذب وليس له أساس من الصحة. لكن بمجرد ما يخرجوا على هذه الإشاعة، أول ما يوصلوا لبلاد الشام هيكون فعلا الدجال ظهر في هذه اللحظة. إذن فمتى يظهر الدجال؟ بكل بساطة أبائي وأمهاتي، بعد فتح القسطنطينية مباشرة. يبقى أول ما المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى يفتتحوا القسطنطينية، في اللحظة دي يا جماعة هيظهر الدجال. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم ممن يفتتحون القسطنطينية ولا يحضرون زمن الدجال، وإن حضروا أسأل الله أن ينجينا جميعا من فتنة الدجال، وأن يجعلنا من يعني أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قبل خروج الدجال يا جماعة هيبقى في حاجة معينة هتحصل، وده اللي هيخلي فتنته كبيرة. هديك مثال بسيط، تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ان مثلا يعني حصلت مجاعة في بلد معينة، مجاعة كبيرة جدا، فلما حصلت المجاعة ديت الناس قاعدين بقى عمالين يدوروا مين يأكلنا ومين يشربنا و فجاء رجل خد بالك يدعو الناس الى عبادة الاصنام، والراجل ده هو الوحيد اللي معاه اكل وشرب وفاكهه وحلويات وكل اللي انت عايزه، كل ما تشتهي الانفس، وبيقول اللي يؤمن ان انا ربكم او اللي يؤمن بهذا الصنم ويعبد هذا الصنم هاكله واشربه. فتنه ولا مش فتنه؟ فتنه كبيره جدا، خصوصا لو كان الامر ده استمر فتره طويله، يعني الجذب والقحط والشده استمرت فتره طويله جدا، بتبقى فتنه كبيره جدا. وده اللي حصل يا جماعه، اللي هيحصل ان قبل ظهور الدجال مباشره، مركزوا معايا، قبل ظهور الدجال بثلاث سنوات هيحدث قحط وجذب شديد جدا جدا. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ لا اذكر كلمة الا بدليل من حديث حسن او صحيح، ويعني اطمنوا ان شاء الله رب العالمين. في الحديث رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح، ان حبيبك اللي هتصلى عليه دلوقتي صلى الله عليه وسلم بيقول وان قبل خروج الدجال، ده في جزء من الحديث، وان قبل خروج الدجال، ركز معايا والله الموضوع خطير، وان قبل ظهور الدجال 3 سنوات شداد، خد بالك، يصيب الناس فيها جوع شديد. ايه السبب؟ النبي بيوضح بيقولك يأمر الله السماء السنة الاولى ان تحبس ثلث مطرها. ربنا يأمر السماء في اول سنة ان هي تمنع او تحبس ثلث المطر اللي بينزل منها، ويأمر الارض ان تحبس ثلث نباتها،
يبقى السماء هتمنع تلت المطر والارض هتمنع تلت النبات. ركزوا معايا، امر بسيط وبحاول ابسط الموضوع علشان تسمع مني الموضوع، تبقى شربت الموضوع تماما وما تروحش تسال تاني وتقول يعني ايه فتنه الدجال وايه اللي هيحصل. انا بشرح لك الموضوع بكل بساطه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا هيأمر الايه السماء ان هي تحبس تمنع تلت المطر اللي بينزل منها، وبالتالي هيأمر الارض ان هي تمنع تلت النبات اللي بيظهر منها. في السنة التانية النبي بيقول، انا بوضح لك ببساطة، هيأمر السماء ان هي تحبس تلتين المطر اللي بينزل منها، ويأمر الارض ان هي تحبس تلتين النبات اللي هيطلع منها. وفي السنة التالتة هيأمر السماء ان هي تحبس كل المطر، مفيش ولا نقطة مطر تنزل على الارض، ويأمر الارض ان هي تحبس كل النبات اللي بيطلع منها. يا سبحانك يا ربي. فالنبي بيقول ايه؟ فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. يعني ايه الكلام دوت؟ ذات ظلف دي كناية عن اسم، أو اسم يعني لقدم البقر والغنم. يعني معناها ايه؟ معناها من كتر الجدب يا جماعة خلاص ما فيش ولا نقطة مطر بتنزل، ولا بذرة ولا نبات بيطلع من الأرض، ما فيش ولا دابة هتبقى موجودة على وجه الأرض، لا غنم ولا بقر ولا إبل ولا جاموس ولا أي شيء. كل الكائنات الحية اللي احنا بنتغذى عليها كلها هتموت. عايزكم تتخيلوا يا جماعة فتنة الدجال عاملة ازاي. الراجل ده في عز ما الناس عايشة 3 سنين، ركزوا معايا يا مسلمين عشان تعرفوا ان الدنيا والله ما تساوي حاجة، والله ما تسوى حاجة، ان في عز ما الناس مش لاقية تاكل 3 سنين، 3 سنين لا مطر بينزل ولا نبات بيطلع. معلش الكلام ده مش منطقي، الحديث ده انت متاكد انه صحيح؟ والله حديث صحيح. امال يعني ازاي الناس هتعيش؟ يعني عايز تقنعنا ان الناس هتقعد 3 سنين من غير الاكل ولا شرب؟ طب ازاي هتعرف دلوقتي؟ فالنبي بيقول ما فيش ولا دبه هتبقى موجوده، كلهم هيموتوا. سبحان الله. فقال الناس زي ما انتوا بتسالوا دلوقتي، فما يعيش الناس وقتها يا رسول الله، او فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله. هو ايه اللي هيعيشهم بقى في الوقت ده ما دام هم كلهم ماتوا، او عفوا الدواب كلها ماتت، مفيش لا ثروه حيوانيه ولا ثروه نباتيه. يعني في بعض الناس تقول لك مش مشكله ما فيش لحمه، ادينا مقضينها ارداحهم، ناكل عدس يوم، فول يوم، ناكل اي حاجه، اهم تقضيه. انما ده لا في لا نبات ولا في لحوم ولا في مطر، يعني ما فيش ميه ولا في اي حاجه بالمره موجوده في الكون ده كله لمده قد ايه يا حبايبي؟ 3 سنين. فالصحابه بيسالوا النبي سؤال مهم جدا فعلا، فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال، ركز معايا بقى، التهليل والتكبير والتحميد. 3 حاجات. التهليل هو قول لا إله إلا الله، والتكبير هو قول الله أكبر، والتحميد هو قول الحمد لله. ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. يا سبحانك يا ربي. التسبيح وذكر المولى عز وجل يجري على الناس في ذلك الوقت مجرى الطعام والشراب. اي نعم، لك ان تتخيل حضرتك عايش في الزمن ده 3 سنين، لا ارض بتنبت ولا سماء بتمطر ولا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجة في الدنيا دي كلها. فحضرتك جعت وانا جعت وحضرتك جعتي، فلما نعوز ناكل نعمل ايه؟ نقعد كده نقول لا اله الا الله، الله اكبر، الحمد لله، شبعنا، وتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو القلوب مليانة إيمان ومليانة يقين ومليانة حب لله، صدقني هتحس باللي النبي كان حسه، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يا سلام، النبي كان بيواصل الصيام، ربنا بيطعمه إيه؟ بيسقيه إيه؟ متعرفش. ايه نوعية الطعام والشراب دولت؟ ما تعرفش. احيانا تلاقي انسان
ولذلك يعني مشهور قوي عن الصالحين ان هم قليل الطعام. امام احمد بن حنبل لما بات، يعني لما بات عنده الامام الشافعي، الشافعي استاذ الامام احمد، فالامام الشافعي في اليوم ده كل كتير قوي، هو ما كانش بياكل اصلا كتير يعني. وبعدين يعني بنت الامام احمد لاحظت على الامام الشافعي ثلاث حاجات، فراحت قالت لابوها على طول الامام احمد، قالت له يا ابتاه لاحظت على الامام شيئا عجيبا. قال لها ايه يا بنتي؟ قالت له بحس انه كان كتير قوي، وده مش من عاده الصالحين ان هم ياكلوا كتير قوي كده. قال لها طيب وايه تاني؟ قالت له الحاجه الثانيه ان هو قام صلى الفجر معاك وما توضاش. خير يا بنتي في ايه تاني؟ قالت له الحاجه الثالثه ان هو ما نامش خالص في الليله دي. فالمهم فالامام احمد راح سال الامام الشافعي، قال له بنتي لاحظت كذا وكذا وكذا، فيعني عايز اعرف ايه اللي حصل. قال له يا امام يعني قد علمت ان مالك كله من الحلال، فكنت اكل طعامك على انه دواء وليس طعام، كنت بتداوى بالاكل الحلال بتاعك. واحنا فعلا في الزمن بتاعنا ده نتيجة لقلة المال الحلال وكثرة المال اللي مليان شبهات إن لم يكن حراما، بتنبسط قوي وتسعد قوي لما تاكل عند إنسان صالح. والنبي هو اللي وصلنا بكده، لا يأكل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فبتفرح أول لما تاكل عند إنسان صالح، بتبقى مطمن إنك بتاكل لقمة حلال. يا سلام. قال له طب ما نمتش ليه؟ فقال له يعني تعودت ان اصلي قيام الليل والى اخر ذلك، فازاي فانا انام لا انام الا بعد يعني بعد ما بيصلي الفجر ويجلس بقى الجلسه المباركه اللي بيجلسوها، صلي الضحى فما كانش عايز ينام. قال له طب صليت الفجر ولم تتوضا؟ قال صليت الفجر بوضوء العشاء فانا ما نمت. شاك في الموضوع ان حضرتك ثلاث سنين يا جماعة لا أكل ولا شرب ولا مطر بينزل ولا زرع بيطلع ولا أي حاجة، والمسلمين في الوقت ده يا مسلمين يلي لازم نعرف قدر ذكر ربنا وقدر فضل ذكر ربنا، ذكر حبيبك اللي بيحب حد لا يمكن يفطر عن ذكره. خد بالك إن ربك حبيبك لابد يكون آخر من تذكره، وإنت جاي تنام لازم تقول أذكار النوم، وآخر من تذكره هو الله، وأول ما تصحى أول من تذكره هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله أول ما بتقوم بتذكر ربنا، عقد الشيطان كلها بتتحل يا أخويا. حديث البخاري ومسلم، يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد يقول نم عليك ليل طويل فارقد. فإذا ما قام الإنسان وذكر الله، الله أكبر، أول حاجة تعملها كده تقوم من النوم. مش أول ما تقوم من النوم بقى تقوم باصص في الموبايل، شوف كم مسد كل وكم مسج وكم مش عارف ايه، وقاعد عمال تبص وترد ووا. اول ما تقوم اذكر حبيبك، فاذا قام العبد وذكر الله انحلت عقده. فاذا توضا، يا سلام على جمال الوضوء، فاذا توضا انحلت الثانيه. فاذا قام وصلى وحطيت رجل وقفت كده وصفيت رجليك بين يدي حبيبك سبحانه وتعالى، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا، والا اصبح خبيث النفس كسلانا. يا سلام على جمال الوقوف بين ايدين ربنا وذكر ربنا سبحانه وتعالى. من جمال الذكر ان الذكر ده سبب في ان تدب في جسمك القوه والنشاط والحيويه. والحديث في البخاري ومسلم لما فاطمه بنت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم راحت للنبي وطلبت منه خادمه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الى فاطمه وعلي وهم نايمين في الفراش، فقال اولا ادلكما على خير لكما من خادم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما من خادم. قالوا لعلي أما تركت هذا الذكر؟ قال والله ما تركته. قالوا ولا في ليلة صفين؟ قال ولا في ليلة صفين. خدت بال حضرتك ان نصيحه لكل نساء المسلمين، حضرتك اخت الفاضله اللي بتعاني، والله يكون في عون نسائنا في الزمن ده، الصحه بقت ضعيفه وما بقاش في قوه احتمال، ويا دوب بتحط شويه الغسيل في الغساله الفول اوتوماتيك وتقفل الباب، وبعد ساعتين تفتح الباب وتقول
ياه ده السكة طويلة بشكل، واخد بال حضرتك يعني، ويجي جوزها من بره عملت اكل تقول له لا طول النهار الله يقويني طول النهار عمال بغسل، ويعني طبعا ايه يعني يا دوب قفلت الباب وفتحت الباب، لكن طبعا مش اي فتحة ولا اي قفلة يعني. فالشاهد في الموضوع ان عايزة قوة في جسمك عشان تقومي وتنشطي وتشيلي البيت كله من اوله لاخره بفضل الله، وتطبخي وتعجني وتخبزي وتعملي كل حاجة. قبل ما تنامي قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. النبي اللي بيقول، مش أنا اللي بقول، بيقول فذلكما خير لكما من خادم. يعني اللي بتكلفي نفسك خادم أو خادمة ب 1500 جنيه و3000 جنيه، وبعضهم بيدفع 5000 جنيه ويستلف هو، واخد بالك، ومعيشينها بالمنظر ده، انت لو ذكرت ربنا ربنا هيديك الصحة والعافية. واحنا مش بنقفل بقى الخدمة يا جماعة عشان حد يزعل يعني بس المهم يعني ربنا هيديك الصحة ان انت تعملي كل حاجة، ويقينا في كلام النبي مش هتتعبي، خد بالك. فذلكما مش بس للخادم، لا، فذلكما خير لكم من خادم. سبحان الله. لا ده الاعجب من ده كله كمان، ان ذكر المولى عز وجل من اسباب النصر، من اسباب النصر. هيجي معانا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فما تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، وفي رواية من بني إسحاق، فإذا نزلوا بالقرب منها لم يضربوا بسهم ولا برمح، وإنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. ثم يقولونها الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. ثم يعيدونها الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح أبوابها. ليس معنى الكلام يا جماعة إن النبي بيقول بقى خلاص ما تاخدوش بالأسباب بقى، ولا تجيبوا سلاح ولا أي حاجة، ولا تاخدوا العدد ولا العتاد ولا العدة ولا القوة ولا الكلام ده كله أبدا، ولكنها أسباب بتكمل بعضها. إن عشان تنتصر لازم تعلم يقينا قول المولى عز وجل: وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا يبقى العدد ده، بل مش عايز أقول لك أحيانا، ده في أغلب المعارك الإسلامية والفتوحات والغزوات عمر ما كان عدد المسلمين يساوي نصف عدد المشركين. تخيل ده في الغالب، في الغالب تلاقي عدد المشركين قد عدد المسلمين ما بين مرتين أو ثلاثة أو خمسة، وأحيانا بيصل إلى 10 أضعاف، ورغم ذلك كانوا ينتصروا. بل يعني عايز اقول لحضرتك حاجه فوق الخيال، ده في سريه مؤته كان عدد المسلمين حضرتك حافظين 3000 موحد، وعدد المشركين دي يا جماعه 200,000 كافر، ورغم ذلك كانت النصره بفضل الله لجند المسلمين. وما النصر الا من عند الله. يبقى اول حاجه، اول سلاح لحضرتك في الجهاد في سبيل الله، اليقين في الله، اليقين والثقه والتوكل على الله. يصاحب ذلك ذكر الله، يصاحب ذلك الاخذ بالاسباب. يبقى خدنا بالاسباب، لكن ربنا يقدر في فتح القسطنطينيه بالذات، ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان هم ما قتلوش، ما عملوش حاجه، لم يضربوا بسهم ولا برمح، كل ما في الامر عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى، ومعاهم السلاح، عندهم يقين في الله وعندهم ثقه في الله سبحانه وتعالى، توكلوا على الله ثم ذكروا الله عز وجل. ولا مانع من أن يقول بعض أهل العلم إن هم في الوقت دوت هيصيحوا بالتكبير والتهليل، فالأعداء ربنا هيلقي في قلوبهم الرعب فيفتحوا المدينة. لا مانع من هذا، أن تجتمع كل الأسباب، أن يبقى في يقين وفي ثبات وفي ذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر يكون بشكل عالي جدا، فيلقي المولى عز وجل الرعب في قلوب الأعداء فتفتح المدينة. يبقى شوف فوائد الذكر عظيمة إزاي. ويكفي من فوائد الذكر أن أنت بتذكر حبيبك سبحانه وتعالى، بصرف النظر أن ينصرك أو لا ينصرك، بصرف النظر إنك تاخد حسنات أو ما تاخدش، أنا بذكر حبيبي، حبيبي سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص يا رب العالمين. بإذن قبل خروج الدجال زي ما النبي أخبر 3 سنين يا جماعة، 3 سنين جوع وعطش، فيش أكل، ما فيش شرب، فيش أي حاجة خالص، السماء ما بتنزلش مطر والأرض ما بتطلعش نبات، ولكن في المجمل أكلنا وشربنا في الوقت دوت، إن إحنا لما نعوز نشبع ولما نعوز نحس بالري ولما نعوز نحس إن إحنا شبعنا تماما، نقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله. أسيبكم تاكلوا وتشبعوا وتقولوا لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، وأرجع لكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك. حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وتعالوا نكمل موضوع المسيح الدجال. وسامحونا احنا يعني بنحاول نشرح الموضوع علشان مش عايز حد يقوم الحلقة الا يكون فاهم النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. طيب السؤال اللي بعد كده، من اين يخرج الدجال؟ احنا قلنا هيظهر الدجال امتى يا جماعه؟ خليكم ذاكرين، بعد فتح القسطنطينيه مباشره، على طول يرجعوا من القسطنطينيه على بلاد الشام يلاقوا في وشهم الدجال على طول. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. من اين يخرج الدجال؟ هيخرج منين يا جماعه؟ الدجال يعني عشان نحدد هو مكانه فين بالملي دلوقتي ما نقدرش، لكن نقدر نقول ان هو في مكان قرب الشمال الشرقي، يعني المهم هو في مكان قريب يعني من الحته ديت. لكن خروجه مباشره هيخرج منين؟ هيخرج من المشرق، من مكان يسمى خراسان، من منطقه اسمها يهوديه اصبهان. الكلام ده كله جايبه من خيالك؟ لا، جايبه من كلام النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. ايه الدليل على كده؟ هذكر لك كم حديث في عجله سريعه نجمع بين الروايات نطلع منها بالكلام اللي قلته لحضرتك. الروايه الاولى رواها الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان. طبعا خراسان معروفه، يبقى اذا احنا عرفنا ان الدجال هيخرج من بلد اسمها خراسان. طيب الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. يدوب يعني واخد بال حضرتك الطيور على أشكالها تقع، اليهود مع الدجال مظبطين الدنيا مع بعض يعني. الحافظ ابن حجر بقى بيعلق على المسألة دي بيقول: أما عن خروج الدجال فهو يقينا سيخرج من قبل المشرق، يعني يقينا هو يخرج من جهة من بلاد المشرق. قال ابن كثير: سيكون بدء ظهور الدجال من بلد اسمها أصبهان. يبقى بداية خروج الدجال، ركز معايا، بداية خروج الدجال من أصبهان. خد بالك، أمال أنت بتقول خراسان، أيوة من أصبهان، دي جزء من خراسان، يبقى من خراسان، من حتة في خراسان اسمها يهودية أصبهان. واضح كده؟ يبقى الدجال هيظهر من أو بداية ظهوره من خراسان، من حتة اسمها يهودية أصبهان. لكن ظهور الدجال للمسلمين هيكون فين بالظبط؟ يعني هو هيكون خرج قبلها زي ما النبي قال، لكن المسلمين هيعرفوا ان الدجال خرج فين بالملي؟ في مكان بين العراق وبين الشام. تعال نشوف الحديث بيقول ايه. حديث رواه مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يعني الدجال خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. يبقى إذن نجمع بين الروايات دي كلها يا جماعة، بداية ظهور الدجال هيظهر من خراسان، من حتة اسمها يهودية أصبهان. لحد الحتة ديت محدش من المسلمين يعرف حاجة عن ظهور الدجال. هيعرفوا امتى انه ظهر؟ لما يوصل حته بين الشام وبين العراق، في المنطقه دي بالظبط بالملي المسلمين هيعرفوا ان الدجال ظهر، زي ما الشيطان صرخ عليهم في القسطنطينيه يقول: ان الدجال قد خلفكم في ضراريكم. في اللحظه ديت خد بالك هيكون الدجال ظهر من يهوديه اصبهان بس لسه ما وصلش الشام. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: فهذا كذب، يعني لسه الدجال ما ظهرش. فاول ما يرجعوا من القسطنطينيه الى بلاد الشام، انا بجمع لك بين الاحداث كلها عشان الصوره تبقى واضحه قدامك. فاول ما يرجعوا من القسطنطينيه الى مكان بين العراق وبين الشام، هيلاقوا قدامهم المسيح الدجال. مين بقى اللي هيمشي ورا الدجال؟ اللي هو بالبلدي كده، مين اتباع الدجال؟ مين حبايب الدجال؟ اربع اصناف. رقم واحد فيرست كلاس، يعني زاويله كده اللي هي ايه؟ اللي هي يعني الطبقه، يعني طبقه رجال الاعمال زاويله، يعني واخد بال حضرتك، الفي اي بي. في اي بي لليهود طبعا، دول يعني دول البشوات، دول احب الناس الى المسيح الدجال، اللي هم شبه بعض يعني، خد بال حضرتك. فاول ناس هم اليهود، دول اكبر، ولذلك خد بالك في الحديث اللي فات ان يتبعوا ايه؟ 70,000 من يهود اصبهان. ليه؟ لان الدجال خد بالك هو هيظهر في وقت هيكون في قحط وجدب ومفيش اكل ومفيش شرب، واليهود يموتوا في الفلوس، يعني هم فتنتهم اصلا في الفلوس، يحبوا الفلوس
خد بالك، فلما يظهر الدجال ويطلع كنوز ومش عارف ايه وذهب وفضه ولولي والماظ وحاجات كده، فاليهود دماغهم هتضرب. خد بال حضرتك، هو فاضل ربع هيضرب في الوقت ده. فسبحان الله، يبقى اكتر اتباع الدجال اربع اصناف. رقم واحد فيرست كلاس اليهود، الثاني اللي بعديه على طول العجم، العجم خد بالك، الثالثين الترك، الرابعين اخلاط بقى من الناس، حاجات كده متنوعه، شويه من الاعراب البدو وشويه من النساء. ايه الدليل على الكلام ده كله؟ اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيالسه، في روايه احمد عليهم التيجان، طيالسه يعني التيجان، والتيجان جمع تاج. خد بالك، عليهم الطيالسه دي علامه ليهم مميزه، لما تشوفهم هتعرفهم دول اتباع الدجال. 70,000 يهودي يمشوا ورا الدجال. طيب هو اسم الدجال اصلا عند اليهود ايه؟ خد بالك، اسمه المسيح ابن داود، لان المسيح الدجال عند المسلمين غير المسيح الدجال عند اليهود، والمسيح الدجال عند المسلمين اهل السنه غير، عفوا، والمهدي عند المسلمين اهل السنه غير المهدي عند الشيعة، وهكذا في اختلاف يعني. فالمسيح الدجال عند المسلمين هو المسيح الضلالة الذي يعني عرفنا أو ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسيح الدجال عند اليهود هو المسيح ابن داود، بيزعموا في كتبهم المحرفة أنه هيخرج في آخر الزمان، وأنه يكون آية من آيات الله، وأنه هيرد إليهم الملك وهيملكهم الأرض كلها، ولذلك هم ينتظرون المسيح الدجال بتاعهم يعني على أحر من الجمر. فينك يا حبيبنا؟ ده بالنسبة لهم يعني هم منتظرين جدا جدا، ليه؟ ان هم بيعتقدوا ان هو اللي هيرجع لهم الملك المسلوب، وهيرجعوا مره تانية اسياد العالم كما يظنون يعني. هم ليسوا اسياد نعوذ بالله، بل هم اسوا يعني اسوا اناس يعيشون على الارض، لكن هم بيعتقدوا ان هم ايه، شعب الله المختار، وبيقولوا ان هو ده بقى اللي هيرجع لنا الملك بتاعنا. طيب كون بقى ان من اكتر اتباع الدجال من الاعراب، ليه؟ قال لك عشان الجهل اللي هم عايشين فيه. الاعراب والبدو عندهم جهل شديد جدا، فلذلك هيكون من اكثر اتباع الدجال بعد اليهود والترك والناس كلها هيكون الاعراب. ليه؟ قال لك لشده الجهل. خد دليل على كده الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخبر ان الدجال هيقول واحد من الاعراب، يقول له: ارايت ان احيت لك والديك او ابويك اتؤمن اني ربك؟ فيقول بلى، فيتمثل له شيطانان فيقولان له: يا بني انه ربك فاتبعه. شوف قد ايه، فمن شده الجهل هيحصل الكلام ده. طيب، طب وايه اللي خلى النساء برضو من اكثر اتباع الدجال؟ طبعا مش اي نساء، طبعا النساء المؤمنات طبعا لن يتبعوا الدجال، لكن النساء المفتونات. بس ليه النساء بالذات؟ قال لك عشان المراه بطبعها عاطفيه، ودي حقيقه. المراه يا جماعه عاطفيه، المراه عباره عن كتله عاطفه محطوطه في جسد، كتله عاطفه محطوطه في جسد. العاطفه ديت لما توظفها للدين صح تبقى ايمان المراه بألف رجل، وليست هذه مجاملة. المرأة المسلمة التقية فعلا إيمانها عالي جدا، بل قد تتحمل المرأة من العذاب ومن التضحية من أجل الدين ما لا يتحمله 100 رجل. تخيل حضرتك، شوف أول شهيدة في الإسلام سمية، وشوف المرأة التي جعلها الله عز وجل مثلا لكل مؤمنة وخلد ذكرها في القرآن، امرأة فرعون آسية. فالمرأة لما يعني ما شاء الله لما توجه العاطفة بتاعتها للإيمان، ولذلك تلاحظ أكثر الجمعيات الخيرية القائمة على مين؟ نساء. أكثر التبرعات بتأتي من النساء، أكثر الأعمال الخير والبذل والسعي وإكرام اليتامى وكفاءة. ولا معنى ذلك إن الرجالة وحشين يعني، لا، ربنا يبارك فيكم، لكن أقصد إيه؟ المرأة بطبعها عاطفية، عندها عطاء، عندها حب للبذل، ولما بتكون متدينة الله أكبر على المرأة المتدينة، حاجة فوق الخيال. لكن في المقابل لما المرأة توجه العاطفة بتاعتها للفساد، ربنا عارفين وعافيكم، يتفتح لها بلاد. واضح كده؟ فعشان كده أتباع الدجال من النساء بقى اللي هم إيه؟ اللي هم ما فيش لا التزام ولا دين ولا أي حاجة، هيجروا ورا مين؟ ورا الدجال. ليه؟ معاه فلوس. والمرأة بطبيعتها فتنتها في الفلوس والذهب واللولي والألماظ والحاجات دي كلها، فتنتها تخلي دماغها تضرب، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده من أكثر أتباع الدجال اليهود رقم واحد فيرست كلاس، رقم اثنين العجم، رقم ثلاثة الترك، رقم أربعة أخلاط ما بين الإيه؟ ما بين الأعراب وما بين النساء. طيب حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح صورة عجيبة جدا في الحديث، صورة عجيبة قوي قوي هتحصل في أيام الدجال. تخيل حضرتك إن بيقول لك في أيام الدجال، النبي بيقول كده، النبي بيقول فيما معنى الكلام، هقرا لك الحديث دلوقتي، إن الرجل هيخرج يروح الشغل بتاعه،
أو رايح أي مكان. فلما يسمع بخروج الدجال من كتر ما هو عارف ان فتنة الدجال فتنة كبيرة جدا، الناس لانه معاه الماز وذهب وكله عايز يعني يقوم يأمر الارض الخاربة تطلع كل الكنوز اللي فيها. فالرجل من خوفه على امه وعلى بنته وعلى اخته وعلى عمته هيرجع البيت يكتفهم علشان خايف ان هم يخرجوا يتبعوا الدجال. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا، وادي بالمدينة يعني ايه، يأتي من الطائف، فيكون اكثر من يخرج اليه النساء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النساء في الزمن بقى بتاعه مش في زمان نحن يعني. فيكون اكثر من يخرج اليه النساء حتى ان الرجل لا يرجع الى امه وابنته واخته وعمته فيوثقها رباطا او رباطا مخافة ان تخرج اليه. يربطها ربط محكم جدا جدا، خايف على بنته، خايف على اخته، خايف على امه، خايف على عمته، على خالته، خايف على نساء العيلة يعني. فيروح رابطهم، واخد بالك، ادي مثلا في رجل الكنبة، دي رجل في السرير، ودي يعلقها في النجفة، المهم يعني ايه في كل حتة يعني، يربط كل واحدة في الركن البعيد الهادي، والمهم يظبط المسألة بحيث ان خايف ان ديت اول ما تسمع ان الدجال، الدجال ظهر، ايوه يا فلان الحق ده الدجال ظهر، معقولة؟ اه، ومعاه ايه؟ ومعاه ذهب والماظ ولولي ومش عارف ومرجان، ويا خبر ابيض جري وراه، واخد بالك؟ فهو خايف عليهم فيرجع البيت يربطهم. يبقى اكبر ادعي الدجال مين يا جماعه؟ رقم واحد اليهود، وبعدين العجم، وبعدين الاتراك، وبعدين خليط ما بين الاعراب وما بين النساء. مصيبه كبيره للدجال ده، مشكله. مشكله ايه ده؟ يؤمر السماء تمطر ويؤمر الارض فتنبت باذن الله ويطلع الكنوز من الارض والشياطين تسمع كلامه ويقتل الولد او يقتل الشاب ثم يحيي باذن الله، وبعدين واكثر اللي يتبعون النساء والعجم والاتراك واليهود ايه ده؟ ده مصيبه، وبيتحرك بين البلدان بشكل اسرع من الريح. ده هيقعد في الارض قد ايه عشان نخلص منه ده؟ هيقعد 40 يوم او 40 ليله. 40 يوم بس خد بالك، اصبر على رزقك. 40 يوم هيقعد الدجال في الارض. اول يوم بسنه، يوم جمري، واخد بال حضرتك، مش معدي. هو ده بقى اليوم اللي مش بيعدي، واخد بال حضرتك، يقول لك اليوم ده مش طالعه له شمس، هو ده اليوم ده بقى. يوم كامل بسنه، واليوم الثاني بشهر، واليوم الثالث باسبوع، وبقيت ال 37 يوم 37 يوم. واضح كده؟ احفظ معايا، احفظ معايا يا ام الغاليه. يبقى الدجال هيقعد في الارض كام يوم؟ وخدوا بالكم كل كلمه، قولوا لي فين الحديث؟ عايزين نعرف الدليل. ايوه كده، اسالوا، عايزكم تسالوا عن الدليل. ما حدش يسمع كلامي كده ويقول اهو الشيخ قال. لا 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 لا، ما تسمعش كلامي، ما تصدقنيش. اوعى تسمع مني كلمه الا ما تقول لي فين الدليل، ولازم يكون الدليل يا اما حسن يا اما صحيح، يا اما ما تسمعش مني حاجه خالص. واضح كده؟ صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اذا فالدجال هيقعد كام يوم يا جماعه؟ 40 يوم. اليوم الاولاني بسنه كامله، ده يوم كامل بسنه. واليوم الثاني خد بالك، واليوم الكامل ده بسنه، يعني يوم تطلع الشمس فيه وتغرب في سنه. خد بالك، ولذلك الصحابه يسالوا دلوقتي سؤال جميل قوي. اليوم الاولاني بسنه، واليوم الثاني بشهر، واليوم الثالث باسبوع، وبقيه الايام ال 40 اللي هم 37 يوم اللي باقيين هيبقوا 37 يوم. يبقى احسبها كده 335 او 365، لا تقول 360 بقى اللي احنا بالشهر الهجري يعني. 360 يوم، ومعاهم كمان اليوم الثاني بشهر يبقى 390 يوم، ومعاهم اليوم الثالث باسبوع يبقى 397 يوم، ومعاهم 37 يوم يبقى 404، ومعاهم كمان 30 434. 434 يوم قاعد الدجال في الارض. تخيل، يعني تقريبا سنه وشهر وشويه. يبقى هي دي الايام اللي هيقعدها الدجال في الارض. يقوم الصحابه بقى يسالوا سؤال جميل قوي، ممكن لو واحنا مكان الصحابه ما كانش الموضوع يعني خطر على بالنا قوي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الصحابه بيعلمونا ازاي ان احنا نحرص على ديننا وعلى صلاتنا وعلى عبادتنا، وان يكون اغلى حاجه عندنا هو الدين، دينك دينك لحمك دمك.
يوم الصحابه يقولوا ايه؟ خد بالك بقى، تعالوا نقول الحديث الاول. النبي بيقول ايه؟ سال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المده التي يمكثها الدجال في الارض. حديث فين يا شيخ محمود؟ حديث رواه مسلم. فقالوا يا رسول الله وما لبثه في الارض، هيقعد في الارض قد ايه؟ قال 40 يوما. 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يبقى أول يوم بسنة، تاني يوم بشهر، تالت يوم بأسبوع، بقيت الأيام زي أيامه. ده الحديث هون. فذلك، فقالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. الله عفوا، اقدروا له ايه؟ قدره. بيقولوا له يا رسول الله اليوم اللي هيبقى قد السنة ده بقى يكفينا فيه ان احنا نصلي فيه بس 5 صلوات، يعني السنة 12 شهر، يعني ممكن نصلي مثلا الصبح مثلا في شهر وبعدها بشهرين ونص روح مصلين الظهر، وبعدها بشهرين ونص روح مصلين العصر، والدنيا تبقى حلوة كده وجميلة يعني. قال لا، اقدروا له قدره. بمعنى ايه؟ انت احسب الفترة اللي بين الظهر والعصر مثلا حوالي قد ايه؟ حوالي 3 ساعات. لما تصلي الظهر احسب 3 ساعات وروح مصلي العصر، وبين العصر والمغرب قد ايه؟ حوالي ساعتين. بعد العصر بساعتين صلي المغرب، وبين المغرب والعشاء حوالي ساعة، بعدها صلي العشاء، وهكذا. قال اقدروا له قدره بالتوقيت. ظبطوا حياتكم ان انتوا تصلوا في كل 24 ساعة 5 فروض. واضح كده؟ بحيث لما تعدي السنة كاملة يبقى انتوا صليتوا صلاة سنة كاملة، مع ان السنة دي كلها كانت يوم من ايام الدجال. الله، شفت قد ايه حرص الصحابة على الصلاة؟ يا شباب، يا شباب يلي لسه ما سجدتوش لله سجدة، شوف المسلمين كل اللي شغلهم النبي بيكلمهم عن الدجال وعن فتنة الدجال ومصائب الدجال وانه اكبر فتنة على وجه الارض، وكل ده مش شغلهم. كل اللي شغلهم اصلي اعبد ربنا. هصلي ازاي في اليوم ده؟ اليوم سنة يا رسول الله، اصلي في تكفينا صلاة يوم؟ لو واحد يعني مريح نفسه في الزمن ده كان يقول ايه؟ حلو قوي، يوم بسنة جميل زي الفل. خد بالك يعني جات لنا على الطبطاب، بركة يا جامعة، نصلي في السنة كلها صلاة يوم. لكن شوف الصحابة حرصهم على الصلاة عامل ازاي. قالوا له نصلي فيه ازاي؟ قال اقدروا له قدره. كل كام ساعة التمسوا كده وقت الصلاة وقوموا صلوا. واخد بالك؟ وده اللي هيحصل. شفت قد ايه حرص الصحابة على الصلاة، وشفت قد ايه حرص المسلمين في زمن الفتن الكبيرة الضخمة دي. مش بقول لك محدش هيثبت الا اللي ربنا هيثبته، ومحدش هيثبت الا اذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا لما ذكرنا الكلام عن فتن الدجال وصور من فتن الدجال، قلنا ان من اسباب النجاة من صور الفتن، غير النجاة بقى عن الاسباب العامة بقى لفتنة الدجال على العموم، قلنا اول حاجة النبي ليه قال اعتصم بالله. اول حاجة تعملها ان انت تعتصم بالله وتلجأ لربنا. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. محدش ينفعك إلا ربك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت لا حول لك ولا قوة إلا بربك سبحانه وتعالى. إحنا من غير ربنا ما نسواش. ممكن إنسان يستغنى يا جماعة عن الطعام وعن الشراب وعن وعن وعن، لكن لا يستغنى عن الله طرفة عين. سبحان الله، يعني قد إيه المسلمين في الزمن ده الحمد لله ابتدوا يفوقوا وابتدوا يرجعوا لربنا، وابتدت صحوة طيبة جدا جميلة جدا. يعني أذكر يا جماعة والله العظيم، يعني سبحان الله، يوم السبت اللي في الأول امبارح كان الدرس بتاعي في الجائزة الدولية للقرآن الكريم برأس الخيمة، كاتب عنوان أين بصمتك. فبذكر والله العظيم شباب طيبين جدا وبسطاء جدا، كان شباب أغلبهم مصريين كانوا قاعدين قدامي. فبتكلم والله الأخ، أخ من الإخوة المسؤولين عن الجائزة، أخ اسمه يوسف، ويمكن قاعد دلوقتي شايفني، بيقول لي أبشرك، يعني أنت اتكلمت عن أين بصمتك، وإن الإنسان لابد أن يكون له بصمة في الحياة، وإن يخدم دين ويخدم وطن. بيقول لي التاني يوم
مجموعة من الشباب المصريين العمال هناك في رأس الخيمة، راحوا لأخ من الإمارات من رأس الخيمة عشان يعملوا له بعض الأعمال كده في المسجد. يعني ما عرفش إيه طبيعة العمل، هل مثلا بيركبوا رخام، بيعملوا حاجة، المهم بيعملوا أي عمل في المسجد. بعد ما خلصوا عمل اليوم كله بيقول لهم طلباتكم يعني عايزين كام؟ قالوا له لا، احنا امبارح حضرنا محاضرة الشيخ محمود وسمعناه بيقول لابد يكون ليك بصمة في الحياة عشان ربنا يكرمك، ولما تلقى الله سبحانه وتعالى تلقى الله بهذه البصمة، فخلي اليوم دوت بصمة بنحطها في بيت ربنا سبحانه وتعالى. ايوه مدني، ايوه مدني، مدني بيسأل سؤال، بيقول ان في سؤال جانا دلوقتي، بيقول ان احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا والتقدم. سؤال جميل جدا والله، ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا مدني. سؤال جميل، بيقول ان احنا في عصر التكنولوجيا والتقدم والاقمار الصناعيه والتجسس مش عارف ايه، هل كل هذه الاسلحه هتزول ويرجع القتال بالسيوف مره ثانيه؟ هو ده اللي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا ان فتح القسطنطينيه يرجع القتال مره ثانيه بالسيوف والرماح. هيحصل ده ازاي؟ هل معنى كده ان البترول هيخلص؟ هل معنى كده ان اليورانيوم مش عارف يحصل له ايه؟ هل معنى كده؟ الله اعلم. قد يسبب الله عز وجل سببا يعطل كل اسباب التكنولوجيا الموجوده في الكون ده كله، ويرجع الناس مره ثانيه للمعيشه البسيطه جدا وللمعيشه البدائيه والاسلحه. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن العشر فوارس اللي هيروحوا عشان يستطلعوا ظهور الدجال، النبي قال ايه؟ قال اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم، هم خير فوارس على الارض يومئذ. يعني اذا ما كانوش راكبين طيارات شبح ولا راكبين دبابات ولا طيارات استطلاع ولا اف 16 ولا اي حاجه، كانوا راكبين خيول. خدت بالك؟ فهنرجع مرة تانية يا جماعة بعد تدمير شامل للقوى والبنية التحتية لأسلحة الدمار الشامل اللي موجودة في العالم ده كله، كلها ستزول وسيعطلها الله عز وجل بأمر من عندي. واحفظ الكلام ده، بأمر لا نعلمه ولا ندريه، حاجة معينة هتحصل ستعطل هذه الأسلحة. أديك مثال بسيط، أحيانا حضرتك يبقى معاك العربية بتاعتك وماشي في مكان، في المكان ده وتخلص البنزين خلاص تعطلت السيارة، هي السيارة موجودة لكنها لا تعمل. ليه؟ مفيش بنزين. عربية زي ما حصل في عهد هتلر لما دخلوا عشان يقاتلوا والجليد حول البنزين كله إلى كتلة جليد جوه العربية، والزيت اللي جوه العربية تحول إلى كتلة جليد. العربية موجودة والدبابة موجودة لكن لا تتحرك، لأن الزيت اللي جواها تجمد والبنزين اللي جواها تجمد فلا تستطيع أن تتحرك. هكذا يسبب الله سببا لكل أسلحة الدمار الشامل اللي بتتباهى بها أمريكا وإسرائيل واليهود وكل الناس دي كلها، هتتحول كلها إلى لا شيء ومتبقاش موجودة خالص، أو تبقى موجودة ثم تكون معطلة، ويرجع الجهاد مرة أخرى بالسيوف والرماح والخيول، وتكون النصرة لجند الله بفضل الله سبحانه وتعالى، وتعود العزة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كم يمكث الدجال في الأرض؟ كم يوم يا جماعة؟ 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، وسائر أيام الدجال كأيامكم. كم نقدر له؟ كم نقدر الصلاة يا رسول الله في اليوم اللي طوله سنة ده؟ قال اقدروا لها قدرها. كل وقت كده قوموا صلوا في الوقت بتاعه علشان لا تفوتكم الصلاة. صلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا لا نترك الصلاة ولا نبتعد عن الصلاة ولا نهجر الصلاة. وأذكر موقف جميل جدا لأحد المشايخ، ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره، إنه كان بيقول لي حاجة غريبة جدا. بيقول لي في يوم من الأيام كنت في مطار من إحدى المطارات الأوروبية، فالمهم جه وقت الصلاة وعايز يصلي، فبيسأل واحد من الموظفين في المطار قال له لو سمحت ما فيش أي مكان أصلي فيه؟ قال له ممنوع، ولو سمحت صلاة مش ممنوع تصلي هنا. قال له بس أنا لازم أصلي. قال له ممنوع تصلي. قال فقمت إيه يعني غفلته كده، سبته يعني قاعد مشغول كده، وقمت رايح في مكان كده في مكان بعيد وكبير جدا في المطار، ورحت مكبر ورحت مصلي وأخلصت النية لله سبحانه وتعالى. قلت يا رب كما منعني من الصلاة في هذا المكان، اللهم اجعل هذا المكان بعد ذلك مصلى للمسلمين. بيقسم بالله بعد سنتين أو ثلاثة على ما أذكر رجع لنفس البلد دي، تسافر من نفس المطار، والبقعة التي صلى فيها أصبحت مسجدا في المطار. وهكذا
ان تصدق الله يصدق، اصدق مع ربنا سبحانه وتعالى وما تيأس من حالك، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهينصرك. زي ما بقول لك انا عمال اذكر لك تفاصيل فتنه الدجال عشان تحذر من الفتنه، من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نحن عمالين بنذكر التفاصيل دي علشان فعلا نحضر وعشان نعتصم بالله، عشان نحس قد ايه احنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى ومحتاجين لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ايه اسالوا يا جماعه، اسالوا الناس اللي عاشوا وتمتعوا وهيصوا وتفسحوا وصرفوا وسهروا وسكروا وشربوا وعملوا، قول له بالله عليك في متعه في الكون ده كله اجمل من متعه القرب من ربنا. يعني اذكر ان احد اخواننا الدعاء ربنا يحفظهم يا رب العالمين بيقول ان واحد صاحبه رجل مليونير بيقول له يا اخي انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه، انا معايا ملايين بتفسح في اوروبا في امريكا استراليا، اروح اصرف وعياذا بالله واعرف نساء في الحرام واشرب خمر واتفسح وصرفت ملايين عشان ابقى سعيد ومش عارف ابقى سعيد، انتوا بتعملوا ايه؟ فقال له السعاده اللي انت بتدور عليها بكل الملايين بتاعتك ديت ربنا بيعيننا ان احنا نجيبها بركعتين قيام ليل بس، نقوم كده نصلي ركعتين قيام ليل ونقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ونستمد من نور الالهي ونصبح كده بفضل الله في سعاده اصبح طيب النفس نشيطا. يعني النبي عليه السلام بيقول كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله، كل ليله في التلت الاخير، التلت الاخير اللي العصاء في اشد درجات المعصيه والطائعون في أشد درجات الطاعة. خلاص يعني هو دي أكتر وقت الناس بتعصي فيه ربنا وأكتر وقت ناس تانية بتعصي ربنا. فينادي جل وعلا على عبادي يا عبادي هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع إلى أن يطلع الصبح. الله سبحانك يا ربي. الدجال في أماكن معينة رغم أنه هيقعد 40 يوم في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وثلاث وسبعة وثلاثين يوم زي الأيام ديت، لكن هيخش كل مكان في الأرض ما عدا مدينتين، ما عدا مكة وما عدا المدينة. فضلنا كم دقيقة مدني؟ معانا 7 دقايق. طب جزاكم الله خير. فالمهم هو بيقول 4 بيقول 7 يعني حبيبي يعني مفيش مشكله يعني خليهم 10 دقايق عشان تترفي ده مدري كنتش هخدمك اخدم مين يعني. صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ايه؟ ان سبحان الله ان الدجال فعلا هيلف الكره الارضيه كلها ما عدا مدينتين اللي هي مكه والمدينه، لكن مع المدينتين في 4 مساجد. ال4 مساجد دولت ورد فيهم حديث ان الدجال لا يمكن لا يمكن يقدر يقرب، مش يدخل، لا يقدر ما يقدرش يقرب هذه المساجد. ايه هي المساجد الاربعه ديت؟ دي عملنا لكم سابقه الاسبوع ده ان شاء الله. اللي هيجاوب على السؤال ده اول اجابتين صحاح هيوصلوني عن ال4 مساجد التي لا يقربها الدجال هيكون في جايزه برضه من فضل الله سبحانه وتعالى، مجموعتين من الكتب بتاعت ان شاء الله تستلموها من مكتبه الصفا ان شاء الله. لكن قبل ما نختم يعني ان شاء الله هنقول ان احنا نلتقي في الحلقه القادمه ايضا مع مفاجات اخرى ايضا للدجال، ولن تنتهي مفاجات الدجال الحقيقه، فاجاته كتيره جدا جدا، يمكن نحتاج لحلقه او حلقتين تانيين، لكن انا مش بطول متعمد والله، لكن انا بحاول بقدر الامكان ان انا اسرد الموضوع ببساطه وبتوضيح اكتر علشان تحفظوا الموضوع لانه اكبر فتنه طولت فيها لانها اكبر فتنه. العلامات الثانيه كل علامه اشرحها في درس، لكن انا طولت فيها لان دي اكبر فتنه، وما دام اكبر فتنه يبقى لازم نوضحها ونعرف الخبايا بتاعتها عشان نحذر منها. يعني في عجاله سريعه كده، اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يا رب يسر حسابنا، يا رب بيض وجوهنا، استرنا فوق الارض وتحت الارض، ويوم العرض عليك لا تفض هذا المجلس
إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، سد الدين عن المديونين يا رب العالمين، فرج هم المهمومين وسجن المسجونين يا رب العالمين، رد إلينا غائبنا يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، أغث إخواننا في غزة وفلسطين وفي العراق وكشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. نجنا من على الصراط، ثقل موازيننا بالحسنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات، واجمع بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا التوبة وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.